أجل ترسيخ القواعد الأساسية للحركة الكشفية الإماراتية وبناء رؤية خطتها الاستراتيجية المستقبلية المقبلة بما يتواكب مع توجهات الحكومة الرشيدة ورغبتها الدائمة في الريادة. نظمت جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة بمقر مفوضية كشافة الشارقة صباح اليوم ورش عمل اللجان الفنية والتخصصية للجمعية والتي يصل عددها ل17 لجنة وبمشاركة ما يقارب أكثر من 70 قائدا وقائدة من المفوضيات الكشفية على مستوى الدولة. هذه الورش اللي كانت اليوم لله الحمد كان في 17 لجنة على مستوى جمعية كشافة الإمارات، وكان فيها من الشباب وكذلك العنصر النسائي، وطبعا هذه اللجان عملت اليوم لنتواكب مع المنظمة الكشفية العالمية في خططها والمنظمة الكشفية العربية في البرامج وكيفية اكتساب تنمية العضوية والعديد من اللجان 17 لجنة. لله الحمد طبعا هذه اللجنة منبثقة من مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات. تسعى اللجان للعمل على تحقيق الريادة في العمل الشبابي في الحركة الكشفية الإماراتية ومواكبتها للتطور على كافة الأصعدة محليا وعالميا. اجتماعنا اليوم هو في الحقيقة يعني بداية خلنا نقول انطلاقة لتحقيق أهداف خطة جمعية كشافة الإمارات ل2025. اليوم اجتماع في ورش عمل تفاعلية للجان الفنية لجمعية كشافة الإمارات في تحديد الأهداف، تحديد الإطار العام للخطط. طبعاً وأهمية هذا الاجتماع استقطاب جميع الشركات والفئات الشبابية في جميع أنحاء الدولة ومشاركة جميع المفوضيات على أساس نتعاون كلنا مع بعض لتحقيق هدف معين اللي هو العمل الكشفي الحقيقي. ورش عمل اللجان الفنية والتخصصية تحقيق لتكاملية العمل الكشفي والمساهمة الإيجابية في بناء الفرد والمجتمع بما يحقق قيم التربية الكشفية القائم على أساس وعد وقانون الكشافة للمساهمة في بناء عالم أفضل وخدمة أهداف تنمية المجتمع الإماراتي.